أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم جولتنا أنا وبشار بمول جديد كتير مميز وكتير ناس ما بتعرفه للأسف، واحد من أجمل مولات اسطنبول الأوروبية. يلا نكتشفه مع بعض. ومثل ما خبركم رح قلكم كيف تتوجهوا لمول وادي اسطنبول على الخريطة. هلأ مثل ما بتعرفوا منطقة تقسيم هي أشهر منطقة تقسيم، مشان هيك رح نحكي بأنه المترو الموجود بتقسيم، أو إذا كنا متوجهين هيك هو المترو اسمه يانيكا بحجي عثمان، رح نطلع فيه باتجاه حجي عثمان، بعدين رح ننزل بمحطة صناعي مهلسي. هاي المحطة في مترو تاني من داخل هاي المحطة نفسها ومجانا بدون أي أجور، بتحول لمنطقة تانية اسمها سيران تيبري. بس ننزل هنيك راح نكون بالنقطة الموجودين حاليا وراح نصور لكم كيف طريق الدخول لوادي اسطنبول. وهيك اصدقائي ومتابعينا بنكون طلعنا من مترو سيران تيبري ومتوجهين على وادي اسطنبول. هذا هو المدخل اللي هلا راح نروح منه على المترو الثاني المجاني اللي راح يودينا لوادي اسطنبول. مشان نتاكد ان طريقنا صح راح نشوف هون استاديوم قديش او سيران تيبري وادي اسطنبول بهذا الاتجاه. المكنات باللون الاصفر هي اللي ظاهره معكم بالفيديو اللي احنا عملنا لكم فيديو سابق عنها، اللي هي المكنات اللي تشتروا منها كارت التنقل بكافه المواصلات باسطنبول، لكن عملنا لكم اياها باللغه الانجليزيه. اللي بده بيقدر يشوف الفيديو، واللي بيقدر كمان بيستنى نعمل له فيديو ثاني باللغه العربيه شرح شراء الكارت والاستخدام لهي الماكينه. هيك أصدقائي بعد الماراثون اللي عملناه من محطة المترو لمحطة المترو الثانية لسه ما وصلنا، ولكن في عنا وقفة صغيرة خلال الطريق نقدر نشوف من هون تيليكوم ستاديوم اللي هو ملعب جلطة سراي النادي التركي المشهور. رح نعمل كمان فيديو ثاني جديد حتى نعرفكم كيف طريقة الدخول وحضور مباريات جلطة سراي. هلا المترو الاخير لحتى نوصل لوجهتنا، طبعا مثل ما خبرتكم كمان انه هو مجاني. نحن هون هلا في تيليكوم ستاديوم اللي هو ملعب جلطة سراي. مثل ما خبرتكم نحن موجودين بالمترو المجاني اللي هو بيوصل بين محطه سيران تيبري ووادي اسطنبول. هي محطه واحده، المترو بدون ساعات، مترو كهربائي على هي السكه، مسافه كثير قصيره رح نكون ان شاء الله بوادي اسطنبول. اللي بيميز هذا المترو هو سرعته، السرعة اللي فيه سرعة مو طبيعية، يعني حاليا ممكن تشوفوا تشويه بالصورة من كتر السرعة اللي حيمشي فيها المترو. خلينا نراقب مع بعض كيف رح ينطلق هلا. وهلا مثل ما قلت لكم بعد انتظار 10 دقائق تقريبا رح ننطلق. هلا رح ننطلق يا اخوان، قلت لكم سريع جدا فتمسكوا. تشبسوا! على فكرة احنا انطلقنا هاي طريقة المشي اللي بيمشي فيها القطار، هي سريعة لدرجة انه انا خايف نوقع من على الجسر. طبعا ما فهم بحب اقول له انه هذا ابطأ قطار شفته بحياتي، لو نازل تمشي كنت وصلت 10 دقائق انتظار وبعدين بياخذ له شي دقيقتين لحتى يوصل.
بهالمدن اللي عم بيكون مثل فيها القطار بيكون استمتع بالمناظر تلال بأطراف اسطنبول والغابات الخضراء والمشار. هاي المنطقة هي منطقة مشاريع سكنية ومجمعات تجارية وفنادق أيضا. القطار الثاني اللي طالع من المول كمان بسرعة كبيرة. أنا متأكد إنه ما قادرين يشوفوا من السرعة إنه. هاي المول من بعيد وهي منطقة مشاريع جديدة مثل ما كان عم يخبركم بشار بشوي. منطقة كتير كبيرة فيها كتير مشاريع حلوة، وأجمل ما فيها إنه هي بعيدا عن الأزمة اللي يعني نحكي المناطق القريبة من التقسيم هون ما فيها الأزمة أبدا، وفيها مساحات خضراء كتير كبيرة. طبعا احنا اكيد لو جينا على ظهر الحمام الزاجر تنقل عنا، ولكن هو المترو مجاني بكل الاحوال. وهلا نزلنا من قطار بودي على وادي اسطنبول بالتجديد للمول وبيكون بتشوف مع بعض. رح تحسبوا حساب الرجعه انه في 10 دقائق مره ثانيه انتظار، في طبعه ثانيه على الحمام الزاجر، في كمان مره ثانيه نفس السرعه اللي رح تتشبث فيها، اللي بخاف كثير من السرعه يفضل انه ياخذ تاكسي. أنا هون وادي اسطنبول، وهيك وصلنا لداخل المول مباشرة عند المدخل المقابل المترو. شايفين في إشارة بداخل المول اللي هي الام اللي بخبركم عنها، إشارة اللي بدل على المترو، يعني هذا الطابق اللي بنلاقي فيه المترو. أصدقائي، مركز التسوق وادي اسطنبول هو مثل أي مركز تسوق آخر، فيه ماركات عالمية إن كانت مكياجات أو ألبسة أو ألعاب أطفال أو مطاعم حتى، ولكن في شيء مميز بهذا المول رح يخبركم عنه هلأ عبادة. وهي جولتنا من الطابق نفسه اللي كنا فيه اللي هو نفس المدخل تبع المترو. المحل الأروع بالنسبة لي دي أندار، مكتبة، مكان الألعاب، الإلكترونيات الحديثة، أفضل مكان بالنسبة لي. وهي الخريطة تبع المول. نعطيه التعريف اللي هي رح تطلع لنا الخريطه تبع مركز التسوق، رح تفرجينا نحن وين موجودين بالطابق الثاني، هي موجوده بالطابق الثاني، رح يعطينا الخريطه نحن رح نمشي هي المسافه حتى نصير بذلك. هي قسم المطاعم، هذا القسم رح نزوره بعد شوي ولكن مو هلا، هو القسم الاكبر اللي رح يكون حبه انا من اي مركز تسوق تجاري، قسم المطاعم. هذا القسم من المول بيحتوي على تويز شوب اللي هو العاب الاطفال، متجر العاب الاطفال، بيحتوي على العاب
عدد كتير كبير من الألعاب وألعاب شيقة حتى أنا نفسي اشتريها احنا أحيانا. طبعا كمان مراكز الخطوط التركية اللي هي تركسل وفودافون أيضا موجودة كمان بالمول. بهذا القسم راح يكون كمان في قسم التكنولوجيا اللي بيحتوي على سامسونج وعلى الماركات الأخرى مثل وطن اللي هي اللي بتبيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة التقنية. أنا رح أوصل ملاحظتك إنه أهم شيء هو فرع المي. هو واحد من أقدم الفروع الموجودة بإسطنبول. طبعاً هي شركة مي كلها جديدة لكن أقدم الفروع الموجودة. شركة جداً رائعة. للأسف نحن ما عم نقدر نقرب ونصور لكم كل شيء عن قريب لأنه دائماً عم يكون في عنا منع من التصوير بالداخل. أما من الخارج ما في عليها أي مشاكل للتصوير. والمحل المفضل لأمهاتنا كلياته إنه هو محل الزبادي الصيني. بفوتوا لهون بياخدوا المحل كله وبيمشوا. فيه طبعا موديلات التفليج كده حلوة ومحلات المفروشات اللي هي ياتاش او مدام كوكو. هلا احنا خلصين جولتنا بهذا الطابق، رح ننزل للطابق اللي تحت ونعمل جولتنا. هذا الطابق هو قسم الالبسه الرجاليه والنسائيه، بيحتوي على كل الماركات التركيه والماركات العالميه كمان بشكل اخر. دي فاكتو اكيد كلكم بتعرفوها، هي ماركه تركيه كتير حلوه، اسعارها كتير مناسبه وحلوه وفيها كل انواع الالبسه من الرسمي الى السبور والشيك سبور. بالطرف الثاني هون على اليسار في بيرشكا، إلسي واكيكي وبول اند بير، كمان هي ماركات عالميه وتركيه كلها موجوده هون واسعارها جدا مناسبه. وهون رح قلكم ليش انا بميز هذا المول او انا بحب هذا المول اكثر شيء. اغلبيه السياح الموجوده واللي بتيجي لهون بتيجي على منطقه تقسيم والمناطق المحيطه فيها. للاسف بهي المناطق بنلاقي نفس البضاعه او بضاعه اقدم من الموجوده يعني حقيقه في تركيا وبتكون باسعار اغلى. اما بمول وادي اسطنبول بتلاقي نفس الماركات لكن ببضاعه جديده دائما وكمان بتلاقي اسعار ارخص الموجوده هذيك. يعني نفس الجاكيت نفس اي شيء ممكن تلاقيه بهذا المول. مثلا سعره الطبيعي لنفترض 100 150 200 بتقسيم نفسه راح يكون في عليه زياده دائما بحدود 40 ليره 50 ليره وممكن تكون مو نفس الجاكيت ممكن يكون موديلات اقدم. ليش؟ لانه بيعرفوا الكل انه هذيك مناطق سياحيه وبسبب انه مناطق سياحيه بينزلوا موديلات قديمه ما حدا بيعرف انه هي موديلات قديمه او جديده. انا بنصح اي شخص بيحب التسوق يجي على هذا المول راح يلاقي افضل البضاعه، يعني دائما موديلات حديثه ودائما اسعار اقل اسعار رسميه. حتى بنفس الماركات انا قبل شوي كنت عم ارجيكم دي فاكتو هو هذا المحل اللي ورائي. انا صراحه كثير بحب اني اخذ من دي فاكتو وهذا المحل بينزل بضاعه دائما حديثه ودائما بسعر اقل لكن نفس الماركه اللي هي دي فاكتو بتقسيم في فرعين بشارع الاستقلال اسعارهم اكثر وبضاعتهم قديمه دائما. يعني بالنهايه اللي حبيت اوصلكم اياه انه الشراء من مولات بعيده عن المناطق السياحيه بعيده عن تقسيم والمناطق المماثله لها مشهوره جدا بالسياحه بيكون افضل. بتلاقي قطع جديده، بتلاقي مثلا كافه المقاسات اللي بدك اياها، بتلاقي الالوان. اما بالمناطق السياحيه راح تلاقي كل شيء بدك اياه رايح. بهذا القسم بهذا الطابق في عندنا تكنوسا اللغات الالكترونيه، وهي زارا يلي بحثنا عنه قبل شوي. هدفي من تصوير الفيديو هو اني ارجيكم كافة الاماكن، يعني كافة الطوابق، كافة الماركات الموجودة، وبعدين يلي عجبه المول عجبه الشغلات الموجودة فيه بيقدر انه يجي يتسوق بنفسه. ديكاتلون افضل مكان للتسوق لادوات الرياضة ولباس الرياضة وكل الامور التانية ومسمح لك انك تجرب اي شيء
ضمن هذا المول بمكان واحد. متابعينا الصبايا والنساء جراتس، وفي محل تاني اسمه واتسون، هذا المحل اكيد بيهمكم، مكياجات، مستحضرات تجميل، مدرات وغيرها من الامور التانية، كلها موجودة بمكان واحد باسعار رخيصة ومنظمة، ودائما في عنده عروض، وكمان فيك تشتري كارت خاص بهذا يعني بهذا المركز اللي هو اسمه جراتس، بيعطيك تخفيضات اكثر من الموجودة بشكل عام. الكارت شراءه للمرة الأولى يمكن 3 ليرات، وبعد الشراء بصير أي خصم تحسن تأخذيه على هذا الخصم. هلا بعد شوي أكثر شغلة أنا متشوق لها اللي هي وقت الأكل، لما رح نشوف طابق الأكل لما رح نختار كيف بدنا ناكل، رح ناكل من كل شيء عشان ما نختار. يلي ما بيعرف بشار بكره رح يعرفه بمحلات الاكل، رح يعمل لكم سلسله تصوير عن المطاعم المشهوره بتركيا، بهداك الوقت رح تتعرفوا على بشار مزبوط، رح تقولوا الله يعين المطاعم عليه. والله هو صراحه رح يكون مفيد لانه رح ياكل كل شيء بالمطعم، يعني رح يدفع كل شيء معه، لكن بقول الله يعين المطاعم عليه على قد ما بيطلب، ما رح يرحم العمال. بالعكس رح يعمل موسوعه كبيره بتضم كل مطاعم اسطنبول وتقييمات مطاعم اسطنبول من كل انواع الاكل، مو بس الاكل التركي، الاكل الاجنبي والسوري والعربي وكل انواع الاكل. متابعين مورنينج اسطنبول، بالنسبه لكافه التعليقات اللي بعثتوا لنا اياها قبل عن المناطق اللي حابين نصور لكم اياها وحابين تشوفوها، للاسف احنا بنعتذر فيكم، براس السنه كان عندنا شويه ضغط شغل، هذا السبب ما قدرنا انه نصور، فان شاء الله رح نعمل لكم هي الفيديوهات قريبا، ما نسيانين ولا تعليق ولا سؤال بالفيديوهات الماضيه. انا وبشار رح نتحدى اذا دخلنا بالسحب على هي السياره نربح او لا. بشار شو بيقول؟ نربح ولا لا؟ تدعسنا. وانتم خبرونا كمان اذا بنربح او ما بنربح، يعني حطونا بالتعليقات حتى نجرب حظنا، بصراحه مالي مضطر اني امر بدون فائده. هون عاملين نشاط للاطفال او شيء ما فهمته صراحه. بس شايف في جاجي انا من هون، لحظه لنشوف. في جاجي وفي خاروط. هلا بشوف الطابق الاكل. والله انا خايف يطلع ديك مو جاجه ويزعل مني، فمشان هيك راح امشي من هون. هذا ديفاكتو بالطابق اللي تحت هو للنساء والطابق اللي فوق هو للرجال، عشان ما تفكروا حالكم بنفس المكان. انا على الجنب الثاني يو اس بولو. بس بدي اعرف شو المشكله، انه ليش ما بيخلونا نصور بقلب الفروع؟ يعني حنسرق الموديلات ولا شو حيصير مثلا؟ ممكن خلصنا لا اكيد ما حننزل على اوتوبارك. هلا نروح على طابق الأكل. وهلأ متوجهين لقسم المطاعم وقسم المفضل، وهي واتسون اللي حكيت للصبايا قبل شوي عنه اللي هو مثل جراتس.
كافة مستحضرات التجميل، وكمان له كارت خاص فيه مشان التخفيضات، لكن جراتس بيعمل تخفيضات أكثر، والبضاعة مختلفة بين الاثنين. حاول وعم نتفاصل وعم نتجادل شو بدنا ناكل. هلا انا بالنسبه لي حابب اكل كل شيء كل شيء، ولكن هلا بالجوله رح نشوف اكثر شيء رح يكون مميز وانتم بتحبوه. جانب التعليقات رح نحكي عنه هو اللي رح ناكل منه. كساب دونير تي اف سي بيتزا هات. نكمل الجولة نشوف شغلات تانية، لأنه أكثر شيء بيحير هو أنك تعرف شو بدك تاكل بإسطنبول. كل الأكل طيب، وكل الأكل إذا أكلته كثير لوقت طويل مثل ما راح تمل، بصير بدك تجرب شغلات جديدة. هذا هو المنظر اللي احنا عدنا ناكل فيه على تراس مول وادي اسطنبول. طبعا المنظر لوحده بيفتح الشهيه، فما بعدكم بالاكل اللي راح افرجيكم اياه بعد شوي، بس انا متاكد انه بالكاميرا ما عم تقدروا تشوفوا شيء نهائي، فهلا بننزل من تحت وبنصور لكم. وهلا مثل ما قلت لكم جبنا الاكل، وخلينا نعمل نظره على الاكل نشوف تمام معنا. انا هلا ماني ماكل ابدا، عقلي مو مستوعبني، صار لازم اكل لازم اشحن. هاي الأكلة اسمها بيديه بالتركي، وهاي من عند طبيب تونسي، هي وجبة بتكون فيها دجاج مع معكرونة وسلطة، اسمها كيك كليم بالزعتر الأخضر. نجرب البيديه وجيتكم إياها. هي طبوق البيديه يعني بيديه بالدجاج، لكن طعمة الفليف اللي طاغي عليها تماما، بس مع ذلك طيبة جدا. هيك طبعا بيبهدلني بشار لانه صوره بدون ما يعرف. محل البيدين نفسه شخصيا ما بعرف اسمه مشهور ولا لا، اللي هو اسمه بيدين، لكن محل طبوق دنيسي كثير مشهور وشغله كثير نظيف وعجباته كثير متنوعة طيبة. بشار هي بشو قلت لي الدجاج؟ لا تقلت الزعتر الاخضر. صراحه اول مره بجرب الزعتر الاخضر وعجبتني. طبعا الفيديو تبعنا اليوم مو مشان اجيكم شو اكلت واذا كان جيد ولا لا، لانه في عندنا سلسله خاصه رح تكون عن مطاعم اسطنبول. هذيك السلسله تابعوها كثير، رح احكي لكم عن اطيب الاكلات التركيه والغير تركيه الموجوده في اسطنبول اللي لازم تجربها اذا كنت هون. الراوند 1 خلصت بالنسبة لك. لازم اقطع التصوير واجيب شيء الصلاة على النبي. بشار تم مسح الصحن. انا لساتني دوبني بديان. الصلاة على النبي ما شاء الله. تعليق من قلبكم. اكيد انا شايفين واحد ثاني ما بتغير، انا روحانيا بتغير بعد ما اخلص الاكل. الحمد لله الاكل كثير طيب بجنن. مطاعم تركيه
كده وتوقف تركية مطاعم تركية أصلية تقدم وجبات تركية ووجبات غربية ولكن الترشيد بوجبات تركية عم تكون لذيذة وكتير طيبة. رح نستمتع هلا بمنظر النافورة الراقصة. أنت ما فيك تشوفه للأسف، في قدامنا حاجز شفاف بس عم بقدر أشوفه. بدي استنى عبادر يخلص أكل بدي يومين، لازم أشارك معه ساهم بس مو مشان شيء. ساهم هذا الدراس. خلصنا اكل هلا وراجعين باتجاه الحديقه اللي برا قدام النافوره الغنائيه اللي حكيت لكم عليها. هذا المطعم اللي اكلنا من عنده البيديه المعجنات بيديم، وهذا المطعم الثاني اللي اسمه طابوق دنيسي واللي اكلنا من عنده الوجبات اللي فيها المكرونه. ما انتم شايفين الاطباق هلا راجعين لحنا لتحت. انا ارجيكم باقي جوله من اخر مكان بوادي اسطنبول اللي هو الحديقه اللي برا. طبعا المولات بتسكر الساعه 10، فبهذا السبب تنتبهوا خصوصا بهذا المول انه ما تتاخروا بعد الساعه 10 المترو السريع. بعدين بيروح عليكم المترو السريع، هو سريع زعفان بوقتكم ما تعرفوا ولا تتاخر. هلا بدنا نطلع لبرا احنا، فبدنا ننزل كمان طابق لتحت. هون في عنا اسبريسو لاب للقهوة، من أفضل الأماكن بالنسبة للقهوة. طبعا مو القهوة التركية، القهوة الغربية بشكل عام. هون في عنا مشاريع عقارية كتير كبيرة، بنعرف أحد الشركات فيها أكثر من 1900 منزل حاليا قيد الإنشاء، في منه التسليم، وبنعرف شركات تانية كتير متعددة. منطقة من جديد عم تتنظم، يعني بيضمها كثير امور حلوه مثل المول اللي اجيتكم اياه، وادي اسطنبول كان جولتنا فيه اليوم، وبنفس الوقت المشاريع الجديده والحدائق وكثير من الخدمات الثانيه اللي عم تتنظم بهي المنطقه. هي نافورة راقصة لكن للاسف حاليا مو شغاله، بتشتغل هي فتره المساء. احنا ما راح نضل هون للاسف للمساء لحتى نجيكم اياها، بس في عندي مقاطع مصورها سابقا راح اضيف لكم اياها. وهي الجانب الثاني كمان قسم من المشاريع العقاريه اللي حكي خبرنا عنها. طبعا في فيديوهات ثانيه رح شارحين فيها عن الاستثمار العقاري، انه ليش العالم عم تشتري كثير بهالمناطق هي للحصول على الجنسيه التركيه. واللي حاب يعرف اكثر عن الموضوع في تابع الفيديو السابق اللي هو الاستثمار العقاري، واللي حابب يعرف اكثر عن مواضيع تاسيس الشركات وغير من المواضيع الثانيه كمان بيقدر يشوف هذيك الفيديوهات. وهيك بنكون وصلنا لنهايه جولتنا معكم اليوم بوادي اسطنبول.
واحد من اروع المولات المتواجده هون. طبعا رح يكون في دائما فيديوهات جديده كل يوم بمول جديد وبمكان جديد وبسوق جديد، وبنفس الوقت رح نكتشف كل الاسرار المخفية للحياة بتركيا مع بعض. خليكم معنا دائما على مورنينج اسطنبول. قبل النهايه لا تنسوا تدعمونا بزر لايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديده. انا وبشار خليكم عم تتابعونا، وبس اعملوا سبسكرايب على القناه حتى يوصلكم كل جديد من عنا على سلاسل اللي رح نعملها اللي هي مراكز التسوق والمطاعم من بعدها ان شاء الله. وبالنسبه للكومنتات لا تنسوا الكومنتات وتسالونا على الاماكن اللي تحبوا تزوروها حتى نصور لكم، ونحط لكم كمان دائما روابط وتفيدكم بالنسبه للمواصلات وغيره بالوصف اسفل الفيديو. نشوفكم بخير بفيديو جديد.